ديما بياعة تفضح زوجها أحمد الحلو، سربت له مقطع فيديو وهو يضع المكياج على وجهه والجمهور مصدوم. أحرجت الممثلة السورية ديما بياعة زوجها أحمد الحلو، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو طريف جمعهما ظهر فيه وكأنه يضع المكياج على وجهه. Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. وظهرت ديما برفقة زوجها في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة عبر تطبيق تيك توك، وهما داخل السيارة يستمعان لأغنية وش جابك. واستخدمت ديما أحد الفلاتر المتضمنة بالتطبيق أثناء تصوير المقطع، واعتمد الفلتر على وضع المكياج كامل على وجه زوجها الذي حولت الكاميرا ناحيته بالفلتر. يجيك يوم وتجدد وش جابك، قل لي وش جابك، من مدة سكر شباب. ديما بياعة علقت على المقطع قائلة: الفلتر أحلى شيء على أحمد، مضيفة بعض الرموز التعبيرية الضاحكة ليحقق المقطع ما يزيد عن 100,000 مشاركة والمزيد من التعليقات. ومن ناحية أخرى، كان اجتمع الممثل السوري تيم حسن لأول مرة بطليقته الممثلة السورية ديما بياعة وبحضور زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وزوج ديما أحمد الحلو. Where are we now? وجاء هذا الاجتماع في حفل تخرج ابن تيم وديما ورد في دبي، إذ شاركت الأخيرة المتابعين عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام مجموعة صور وفيديوهات من حفل التخرج، كان من بينها صورة عائلية تجمعها بزوجها الحالي وابنيها ورد وفهد من تيم حسن، بالإضافة للإعلامية وفاء الكيلاني. ووجهت ديما رسالة مؤثرة إلى ابنها ورد بمناسبة تخرجه، وقالت تعليقاً على مقطع فيديو يجمعهما من حفل التخرج قامت بنشره عبر حسابها بموقع إنستغرام: والرودي يا أول فرحة بعمري، يا أوتي وسندي، اليوم تخرجت من المدرسة بشهادة امتياز. ورد حسن highest distinction. وتابعت قائلة: بتذكر أول يوم أخذتك على المدرسة قديش بكيت لأني تاركتك وقديش كنت خايفة عليك، مرق العمر بغمضة عين وهلأ عم خرجك من المدرسة لمرحلة جديدة بحياتك وهي الجامعة، وبس حابة أقلك إني أنا فخورة فيك قد الدنيا، وإني بوعدك وقف جنبك بكل خطوة بتخطيها، وبوعدك إني يكون معك بكل قرار بتاخده بحياتك. واختتمت الرسالة بالدعاء لابنها ورد قائلة: الله يكتب لك عمر مليان سعادة وراحة بال، والله يرضى عنك دنيا وآخرة، والله يوفقك بكل مرحلة بحياتك، حبك كتير يا روحي وعيوني وقلبي، حبك حب ما بينوصف بحروف.